وزيرة الخارجية الكندية شفنا رئيس الوزراء الكندي اللي معروف كان حقيقة كانت لديه شهرة كبيرة عند المهاجرين والمسلمين بشكل خاص في كندا ووقف مواقف جيدة لكن عندما بعد 7 اكتوبر من من 7 من اكتوبر بعد واقعة 7 اكتوبر انقلب وراح اصبح اكثر صهيوني من الصهاينة وراح يتبنى الموقف الامريكي تماما والموقف الصهيوني تماما لكن اليوم خرجت وزيرة الخارجية الكندية تقول قتل وتهجير الفلسطينيين مأساة وينبغي احترام القانون الدولي بدأوا يتكلمون على احترام القانون الدولي ليس هي فقط فأيضا وزير الخارجية بلينكن قبل ساعة ونص كنت أستمع إليه يقول في كان عنده تصريح بعد عملية إطلاق الرهينتين ورح نعلق عليها إذا سمح لي شوية الوقت شوفوا كم نحن وقت الآن بلينكن يقول يجب أن تتم العمليات وفق القانون الدولي قبل بساعتين رئيس البوسنتاو بايدن لأول مرة وهو يذكر أنهم سيقدمون دعم لإسرائيل وأوكرانيا يقول لكن يجب أن يتم ذلك أن العمليات الإسرائيلية يجب أن تتم وفق القانون الدولي هذه كلها نتيجة للضغوطات الشعبية ونتيجة للإجرام الصهيوني